هل هناك تصور للإجراءات المناسبة حسب ما ذكر لافروف؟ لا أحد يعرف ما هي الإجراءات التي يمكن قد تتبناها روسيا في حال ما إذا كان الرد المكتوب المنتظر من الولايات المتحدة ومن حلف شمال الأطلسي سلبي بالنظر للمقترحات التي قدمتها روسيا بخصوص الضمانات الأمنية. لكن هناك خيارات يتداولها الكثير من الخبراء على لسان المسؤولين في روسيا أو ترجمة للتصريحات التي يدلي بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أو حتى وزارة الدفاع الروسية. هناك إمكانية بأن تتبنى روسيا المزيد من الإجراءات العسكرية التقنية على غرار نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بالقرب من الأراضي الأوروبية أو في الخاصرة الأمريكية في كوبا وفنزويلا. هناك من يتحدث أو ذهب بعيدا عندما تحدث عن إمكانية أن تعترف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونانسك، حتى أن الحديث في مجلس الدوما على إمكانية مناقشة هذه الفكرة الشهر المقبل وطرح هذه الفكرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا السيناريو يعد الأخطر بالنسبة للخبراء، خاصة وأنه إذا تم فعلا الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك فإن روسيا يصبح لديها الحق في توقيع اتفاقات سياسية واقتصادية وحتى أمنية مع دونباس، وبالتالي تكون روسيا على أرض الواقع موجودة بعساكرها وبصواريخها في هذه المنطقة. لكن لحد الساعة السيناريو الذي تتحدث عليه روسيا هو الحل السياسي والدبلوماسي للأزمة الأوكرانية في إطار مخرجات رباعية النورماندي وتنفيذ اتفاقات مينسك، وهو ما تدعو إليه الجهات الروسية عندما تدعو كل من برلين وباريس إلى ضرورة الضغط أكثر على كييف من أجل تنفيذ اتفاقات مينسك. أما بالنسبة للضمانات الأمنية فموسكو تؤكد بأنها تنتظر الرد المكتوب من الولايات المتحدة ومن حلف شمال الأطلسي بخصوص مقترحاتها حول الضمانات الأمنية، ومن بعدها تتبين وتتضح الرؤية أكثر حول ما هي الخطوات التي تريدها موسكو مع العالم الغربي بخصوص هذه الضمانات الأمنية. حتى الآن موسكو تتهم القوى الغربية بأنها تزعزع الاستقرار بالقرب من الحدود الروسية وتزيد من حدة التوتر في الأزمة الأوكرانية عن طريق إرسال المزيد من الشحنات العسكرية والأسلحة التي تصفها موسكو بأنها فتاكة وبأنها تهدد الأمن القومي الروسي، وتشجع سلطات كييف بشن عملية عسكرية في إقليم دونباس ما يتنافى تماما مع القرار الأممي 2202 وكذلك تنفيذ اتفاقات مينسك.